لو دلال يبقى لسه والسنة دي لسه خاصة وجبنا من الطريق قريقة للجمال والجمال من غير بوليكا مش محتاج ميكا بأنتيكا زي ما احنا غنانا أهو من غير مزيكا زيكا زيكا أحبائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من 100 طريقة للجمال. زي ما تعودنا في كل حلقة بنتكلم عن 100 طريقة للجمال، كل طريقة معانا كل حلقة طريقة جديدة من طرق الجمال. طريقتنا النهاردة مختلفة تماما، هي هتتكلم عن طريقة من الجمال وإزاي نعالجها بالعلاج الطبيعي. طريقتنا النهاردة هنتكلم عن انحرافات العمود الفقري. هنعرف إيه هي انحرافات العمود الفقري، أعرف إمتى أنا عندي انحرافات العمود الفقري، طرق عجلها، طرق علاجها، كل ده هنعرفه النهارده مع الدكتور اللي مشرفنا في الاستوديو، الدكتور مصطفى كامل حفناوي، اخصائي العلاج الطبيعي ورئيس قسم العلاج الطبيعي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك، شرفت بيك النهارده. ربنا يخليك دكتور. فينا طبعا انحرافات العمود الفقري ناس كتير ما تعرفش عنها بس تسمع عنها، تمام، وناس كتير بتبقى عندها انحرافات في العمود الفقري بس ما بيبقاش عارف. مظبوط. انا عايز اعرف هو بيبقى عنده انحرافات العمود الفقري ازاي، ايه الاسباب اللي يقدر يعرف بيها، ايه طرق العلاج، الاسباب، التاثيرات، كل ده هنتكلم فيه مع حضرتك النهارده. بس الاول نعرف المشاهدين ايه هي انحرافات العمود الفقري. طيب احنا عندنا مجموعه من الانحرافات بتبقى حاصله للعمود الفقري، احنا هنتكلم عن نقطتين منهم حتى النهارده. التحدب، حاله كيفوز، هنا بيحصل انحناء للعمود الفقري من عند الفقرات الصدريه والعنقيه للامام، بيبان على ان في زي اتب، وطبعا دي حاجه بتبقى مقلقه جدا بالنسبه لاي واحده انها تحس ان عندها اتب في اللبس، بيبان، بتبقى مشكله كبيره بالنسبه لها. الكيفوز ده عندنا نوعين، في نوع ده بيبقى مولود بيه كونجنتال، خلاص هو اتولد عنده تشوه معين في شكل الفقرات بتاعته، فالموضوع بشكل كبير بيبقى صعب علاجه يعني. بس برضه يعني هو لو اتولد بيه ده صعب علاجه بشكل كبير، ولكن بنحاول برضه. الانحرافات بقى وانا في سن متقدم او في سن، هي دي بقى المكتسبه. الانحرافات المكتسبه دي بتبقى نتيجة عادات غلط، واحد. تاني حاجة عدم ممارسة رياضة. طبعا الكلام ده احنا كل الناس. طيب انا اسف لقطع كلامك، هل بتصيب اي مثلا في اي سن ولا سن معين مع تقدم السن مثلا؟ ده انا عايز اقول لك ان اكتر حالات بنشوفها في الموضوع ده بيبقوا صغيرين في السن، يعني بيجي لي 15 سنة و16 سنة لسه وعنده المشكلة دي، وخصوصا البنات اللي بتبدأ تلاحظها لانها بتهتم باللبس طيب احنا نقف عند النقطة دي، انا اسف، هنطلع فاصل ونرجع لحضرتك نكمل مع حضرتك تاني. اعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لحضرتك. احبائي المشاهدين لكم تاني بعد الفاصل ومكملين في انحرافات العمود الفقري مع دكتور مصطفى كاوي اخصائي العلاج الطبيعي. دكتور قبل ما نطلع الفاصل احنا كنا اتكلمنا عن ان اكتر سن اللي بيصيب انحرافات فقري هو السن الصغير. ايه الاسباب؟ بيظهر بشكل كبير في المرحله دي، وخصوصا مرحله المراهقه دي للتينيجر، ان عندهم المدارس، المدرسة وشنطة المدرسة، وكل الولاد بنشوفهم ماشيين في الشارع رايحين المدرسة، المنهج الدراسي بتاعنا كتب قد كده والشنطة على كتف واحد وماشي. وممكن يكون اصلا ما بيبدلش الكتف ده، هو على طول شغال عليه. مع الوقت ده بيأثر على العضلات وبيأثر على، احنا عندنا العضلات الجسم من حكمة ربنا ان في اتزان ما بينهم بشكل كبير عشان خاطر يفضل الجسم بالشكل المعتدل بتاعه ده. تمام. لما ببدا اركز على جنب اكتر من التاني، مع الوقت بيحصل لي شد في عضلات الجنب اللي انا قاعد مركز عليه، وده بيخليها تقصر، ويجي الجنب التاني نلاقي حصل عليها شد. الاطاله ديت مع الوقت بتضعف العضلات، وخصوصا باستمرار خلاص تعمل انعواج بقى الناحيه اللي فيها الشد. حاجه بتحصل كتير ودي ليها علاقه بالمشكله اللي احنا هنتكلم عليها بعد شويه. احنا كيف فوز بقى بيبقى عندنا قاعدة قدام التلفزيون فترة طويلة وانا منحني بالشكل ده. الولاد اللي بيذاكروا على سرير تلاقيه قاعد بيذاكر على سرير وجسمه كله متكور لقدام وقاعد بيذاكر. التعامل مع اللابتوب وقاعد على السرير، مش عارف، السمارت فونز دلوقتي بقت مشكلة، كله قاعد عامل كده. ده مع الوقت دي كلها اسباب، دي بقى اللي بتسبب لي مشكلة الكيفوزز او التحدب ده، ان العضلات بتاعت اللي حوالين الفقرات بتاعت الفقرات الصدرية والعنقية بتضعف، يبدا يحصل لي انحناء ويحصل يظهر الاتب ده. في بقى كتير مش عارفه مثلا ان دي ليها حل وتيجي تكتشفها عندنا بالصدفه، هي ممكن تكون جايه بتشتكي من حاجه تانية خالص ونيجي نبص لها انت عندك المشكله ديت اصلا.
تقول انا عارفه بس مش عارفه ان ليها علاج. ممكن تكتشفها في سن مثلا وهي كبيره، يعني هو يحصل لها وهي صغيره بالاسباب اللي قلت عليها بالزبط. وبعد كده تكتشف في سن كبير، مثلا في سن الشباب او في سن كبير لما يبدا يزيد ويتقدم الموضوع فيظهر يبدا يعرف بشكل كبير. تبدا هنا هي تشتكي وطبيبه باين في لبسها الكبير وكده، فبتبقى ازمه. فبنبدا هنا دي اسبابه الطبيعيه اللي بتحصل بينا هنا، يعني عادات غلط وعدم ممارسه رياضه، كلام متكرر اي نعم بس كلام لازم نقعد نكرره ونعيده لان هو ملهاش حل غير كده، وكل الابحاث وكل مقتنعه ايه سببها. انا لو واظبت عضله بشكل منتظم هيحصل المشاكل دي. انا لو بطلت العادات الغلط اللي انا بعملها وعملت كل حاجه بشكل صح وموجود، يعني اللي عايز يعرف ازاي يؤدي يومه في شغله وفي بيته وفي حتى في السواقه كل حاجه موجود، ازاي تعملها بشكل صح من غير ما تاذي نفسك. لكن احنا عاداتنا غلط بتسبب في النهايه ان احنا تبدا تظهر لنا الانحرافات دي، اللي هو زي الموضوع الكيفوزز، انحراف اللي بيحصل فيه موضوع الأدب بيظهر معهم بقى بشكل كبير جوه اللبس، زائد ان في مش حساسيه مرتبطه بالموضوع ده، بيحصل دوران للكتفين، تبقى الواحد حاسس ان كتفها عامله كده لبس، وحتى قدام المرايه لو بنتفرج على ورا الكتفين تحس ان كتفها ملوحه لقدام، في دوران كده حاصل مش شكله مش طبيعي. دي من اكتر المشاكل اللي بتخليهم يلاحظوا الحكايه. تفرق معهم بقى في اللبس، اللي بتلبس حاجه تبقى شايفاها ان الجزء اللي جوه ده مضموم، الصدر مضغوط لجوه، مع الوقت يظهر مشاكل في التنفس. هي نفسها اصلا حتى تبدا مع اي مجهود قليل يبدا يظهر بالنسبه لها مشاكل في التنفس، نفسها بتنهك مش قادره. لان طب احنا معانا فيديو يا دكتور، في هنا دي صورتين، دي صوره بيضح ان ايه، يعني نرجع بالفيديو تاني. حاضر. دي المشكله اللي هنتكلم عنها لسه. يعني احنا معانا الفيديو بيوضح ان في صوره مثلا ايه، العمود هنا مستقيم تمام، والثانيه في هنا ايه، انحناء جانبي هنا اللي هو السكليوز هنتكلم عنه. تمام. لا هما هنظبط الفيديو وهنرجع بيه حالا. تمام. تمام. طيب احنا اتكلمنا عن اسباب بقى خلقيه مثلا، يعني في السن الصغير في بقى بيتولد عنده مشكله، عنده تشوه في شكل الفقر مسبب له المشكله دي بشكل طبيعي، فهنا بيبقى صعب. هو يعني احيانا بيبقى فيه انواع من التدخل الجراحي، طبعا دي تخص الساده الجراحين، لكن بالنسبه لنا احنا بيبقى اقصى حاجه بنقدر نعملها معاهم ان احنا نقلل تدهور الحاله، ان انا اساعده بالتمرينات العلاجيه بجلسات العلاج الطبيعي ان انا اقلل تدهور الحاله، ولو في الام ولا حاجه لكن انا هخفف له المشكله دي لا. لكن بالنسبه للناس اللي اكتسبتها بسبب عادات غلط وكده اللي بتتعالج بشكل يعني قد يصل، انا مش عايز ابالغ واقول 100% بس ده بيحصل، ان ما دام انا اللي حصلت في العضلات اهو معانا اهو دكتور، دي الصور اهي بتوضح. دي بقى دي مشكلتها، الاسباب اللي حضرتك اتكلمت فيها ده السكليوز اللي لسه بنتكلم عليه، ده اللي اتكلمنا عنه في حته ان شيل شنطه المدرسه. شيل شنطه المدرسه بالمنظر ده بشكل كتير، قاعده غلط، في ناس بتبقى قاعده على طول، قاعد كده على طول بيبقى واقف ساند على رجل ورجل، لا الموضوع ده بيبقى بيسبب انحراف برضو في الفقرات. لو اتكلمنا عن الحاجات اللي في الصور دي اللي هو السكليوزز ده بيبقى انحراف جانبي. احنا لو اتكلمنا اصلا من البدايه عن العمود الفقري، العمود الفقري عباره عن مجموعه عظم كده متركب بشكل سبحان الله ان هو يبقى هو اللي بيعمل انتصاب الجسم، يخلي الجسم واقف منتصب بشكل مظهر جمالي، بيظهر بتنسيق الجسم هو اساسه العمود الفقري. فالعمود الفقري معتمد على حركته وعلى كل ثباته على العضلات والليجمنت او الاربطه اللي حواليه، هي اللي مثبتاه في الوضع ده وهي المحافظه. العمود الفقري برضو متكون عن من مجموعه كيرفات، وده سبحان الله برضو عشان خاطر الوزن لما ينزل عليه، وزن الراس وزن الجزء اللي فوق على العمود الفقري تاثيراته، ولا احنا بنتكلم كده في تاثيراته، ولا بنتكلم على العمود الفقري الاول الطبيعي بتاعه المفروض يكون ايه. تمام. مجموعه الكيرفات دي، الكيرفات دي بقى لو زادت او قلت او حصل فيها انحراف تبدا تظهر المشاكل اللي اتكلمنا فيها. يعني ده الطبيعي يا دكتور، احنا معانا صوره اهي بتوضح ده الطبيعي ده كده. احنا كده شكلنا ده طبيعي للفقرات، ده كده مفيش انحرافات مثلا، كده مفيش انحرافات، الكيرفات مظبوطه بشكلها الطبيعي. لما بيحصل عندنا كيفوزز الفقرات من فوق يزيد الانحناء هنا، الصوره ده بيحس مثلا بالم، بيظهر الم هنا بقى، ده الكيفوزز اللي بنتكلم عليه. ايه الفرق بقى بين دول؟ ده انحناء للامام، انت بتلاقي الفقرات الصدريه احنا شايفين المنظر من شكل جانبي دلوقتي، الفقرات منحنيه للامام، اللي قدام اللي على الشمال ديت صوره سليمه. تمام. اللي على اليمين ده مصاب، مصاب عنده مشكله كيفوز. مشكله السكليوز بقى زي ما قلنا ان بيبقى في انحراف جانبي، ده بيبقى نتيجه ان حصل دوران في واحده من الفقرات الصدريه
بتبدأ بالتبعية انها تلف الفقرات اللي فوقيها واللي تحتها لما يطلع لي شكل. الشكل ده يا اما بيبقى على شكل سي او شكل اس، يعني بيبقى لما ببص على العمود الفقري بتاع المريض من الورا ببص اشوف شكل اس، في اس باينه او سي. في الحالتين ده انحراف، ودي مشكلته زي ما قلنا برضو في الكيفوزيس، ان في حاجات ناس بتتولد بيها فدي كونجنتال، خلاص هو مولود بيها، ففي تشوه في شكل الفقرات نفسها موضوعها منتهي يعني بشكل كبير، مش هيبقى تبعنا حتى على الاقل. يعني الجراحين لو بيبقى في فرصه بيتعامل فيها. الحاجات التانية المكتسبة بقى نتيجة زي ما قلنا شيل الشنطة، القعدة من متكئ كده، الكلام ده كله. تمام. دي بقى مع يعني وانا في سن صغير بيبدأ بقى كل ما تقدم في السن يحصل انعواج اكتر؟ طبعا، لان انا على وضع غلط والعضلات قاعدة بتكبر وتنمو معايا. العضلات لو اخدنا شكل السي شيب اللي قلنا عليه، اللي حاصل ايه؟ ان لما ابص على المريض من ورا شايف شكل العمود الفقري عامل زي يعني سي. احنا معانا صورة اهي بمراحل السن. مراحل السن طبعا ليها دخل كبير بالموضوع، يعني يعني هنا سليم في نعواج بسيط، نعواج بقى خلاص تتقدم اهو. طبعا. تمام. لان احنا بنفقد جزء من العضلات والاربطه اللي موجوده فبتسبب لنا. طب السن تقدم واكتشفت ان انا عندي انعواج مثلا في العمود الفقري، هنحدد بقى دي صعبه ان انا اعالجها؟ اكتشفته وانا كبير؟ طب انا ما كانش عندي الكلام ده وانا صغير؟ لا، ما دام ما زالت اصل هو العلاج طبعا وانا سن صغير غير ما ابقى سن كبير. طبعا. ده اقدر اعالجه وده اقدر معالجوش، ولا الاثنين نفس العلاج؟ الاثنين هيتعالجوا ان شاء الله، بس الفرق بقى ان انا ممكن ده ياخد وقت اطول من ده طبعا، لان انا هنا عندي في تقدم السن طبعا. طبعا لسه فريش وشباب، وانها تقدر تعوض وتساعدني انا اعمل لها تقويات وكلام من ده. في السن الكبير بيبقى الموضوع اتقل شويه، ولكن ما زال موجود لحد مرحله معينه طبعا. لكن احنا بنتكلم سن برضو الناس اربعينات وخمسينات عندهم المشاكل دي طبعا يخف ويتحسن ويبقى شكله ويتحسن بشكل كبير. طب ازاي اعرف ان انا عندي انعواج مثلا وانا في سن صغير وانا في سن كبير؟ ايه الاعراض اللي بحس بيها؟ لو اتكلمنا على التحدب زي ما قلنا دوران الكتف وظهور اتب. لو اتكلمنا عن السكوليوزز اللي هو الانحراف الجانبي ده للفقرات، هنلاقي ان انا عندي كتف اعلى من كتف. اول حاجه الوحده او الواحد بياخد منها ان بيلاقي هو عارف ان عنده كتف اكتر من كتف، اعلى من كتف سوري، ومفكر ان هو ده عيب خلقي مولود بيه ومش هيتغير. اصل هقول لحضرتك يا دكتور برضو الاسباب اللي حضرتك اتكلمت عنها بالنسبه للانعواج كلنا بنمارسها، شيل الشنطه، الاوعاد غلط، كلنا بنمارسها. يعني معنى كده ان احنا كلنا يبقى احنا عندنا عواج في الفقرات؟ كلنا عرضه، يعني مش ممكن ان احنا كلنا نبقى مصابين يا فندم بانعواج في الفقرات؟ انا في العياده بيجي لي حالات كتير زي ما بقول لك، بتيجي تشتكي عندي وجع في ظهري، في نص ظهري او ظهري من تحت. نبص ممكن يكون حد من الدكاتره شافها وشخصها انها عندها التهابات في اسفل الظهر او الام في اسفل الظهر او مشكله في الفقرات القطنيه، ويبعتها لي على اساس ان احنا نتعامل مع الموضوع ده. نيجي نعمل الاكزامينيشن بتاعنا ونكشف على الحاله بشكل دقيق، اكتشف ان انا عندي انحراف. طب ما هو الانحراف ده اللي مسبب لي الالم، هو اللي تعبني، مش ان انا عندي مشكله في القطنيه ولا حاجه. فمن هنا زي ما بقول لك ان الناس كتير ما بتبقاش عارفه، بيكتشف بالحاجات دي بقى. انا عندي كتف اعلى من كتف، ممكن يكون عارف ان عنده كتف اعلى من كتف بس مش عارف ان دي مشكله ليها علاج، يجي يكتشفها بالصدفه. تمام. طب ويا طرق العلاج مثلا؟ احنا قلنا في السن الصغير انا اكتشفت ان هي عندها انعواج بيبقى ليها طريقه علاج. تمام. وفي تقدم السن ليها طريقه علاج ثانيه ولا نفس العلاج يا دكتور؟ هو هيبقى نفس العلاج، الفرق هيبقى في قوه التمرينات العلاجيه اللي بنستخدمها. يعني هو العلاج نمره واحد في الاثنين قبل شغلنا احنا، ممارسه رياضه. يعني عشان اتجنب ده من وانا صغير قبل ما اكبر، جنبه في السن كبير، لازم امارس الرياضه. لازم امارس رياضه، ده موضوع منتهي، لان الرياضه هتقوي لي العضلات، هتظبط لي التون بتاع العضلات، فهتخلي جسمي مشدود. لكن انا لما بهمل في الرياضه حتى لو ما زدتش في الوزن، لان في ناس بتربط الرياضه بالوزن، مالهاش علاقه. في حتى لو ما زدتش في الوزن، انا لو ما بمارسش الرياضه هلاقي عضلاتي بتضعف تدريجي من غير ما احس. بما انك اخصائي في العلاج الطبيعي، اكيد بيبقى في تمارين انت بتنصح بيها في سن صغير ان انا مارسها علشان خاطر اتجنب في تقدم السن انحرافات. طيب. انحرافات او انعواج لو هنتكلم الفقرات. عن لو هنتكلم عن السن الصغير هل بيبقى ليها جلسات تمرين مثلا انا بمارسها؟ لا، جايدنس، كارشاد. في ناس بتجينا يسالني انا امرن ابني ازاي او اعمل معاه ايه. تمام. بحس ان انا ابنيه من وهو صغير بنايه صحيحه، فبنرشده بقول له التمارين المعينه عايز هو يروح دي مثلا جم. يعني احنا معانا بعض التمارين احنا عايزين نعلق عليه، يعني زي ده كده مثلا، دي تمارين ده حلو عشان الكيفوز. ايوه بالظبط، عشان هيفيد لي الدوران بتاع الكتف اللي احنا بنشتكي منه، دوران الكتف. بالظبط.
هو كده بيعالج ولا بينصحه بإرشاد هو كده تمارين؟ بيعالج. كده بيعالج. هو كده بدأ يعالج لأن هو بيعمل له إطالات على العضلات اللي هنا اللي حصل لها أسر نتيجة يعني الحركة دي. يعني هو عنده انعواج أو انحراف وبيعالجه. بالظبط. وإن هو بيخليه إحنا زي ما قلنا الانحراف ده حصل نتيجة إيه؟ حصل عدم اتزان ما بين العضلات اللي قدامه اللي ورا، اللي ورا مشدودة بشكل كبير وعاملة كده، دي ضعفت، اللي قدام قصيرة، أسرها ده مخليها انها مخليها الشكل باين فيه الدوران اللي احنا اتكلمنا عنه. هنا الدكتور كان بيحاول ان هو يعمل له اطالات للعضلات دي بحيث ان هو يفكها ويرجعها لطولها الطبيعي، وفي نفس الوقت تقويات للعضلات بتاعت اعلى الظهر من فوق دي تبدا تشد تاني فترجع لنا الكتفين لوضعهم الطبيعي وتعدل لنا الفقرات. اقدر ان انا ارجع كتفين لوضعهم الطبيعي بممارسه العلاج طبعا التمارين؟ طبعا هي ما دام حصلت هنحتاج ان احنا نتدخل ويبقى في علاج، وهنا بيبقى العلاج الطبيعي ليه دور كبير لان بيبقى عندنا تمرينات علاجيه معينه للموضوع ده، في تكنيكس برضو بنستخدمها عشان طبعا عايز اتكلم بقى عن طرق العلاج. عايز اتجنب بقى انا اتجنب انعواج العمود الفقري وطرق العلاج، وازاي يعني احنا اتكلمنا في نقطه ان انا اعرف ازاي ان انا عندي انعواج مثلا، انت قلت حضرتك ان في كتف بيبقى اطول من كده وفي مثلا بيبقى بيحس بالام، هل دي اعراض منها من الالام؟ احيانا بيوصل الموضوع انه بيحس بالام نقط معينه، ومش شرط مش شرط في مكان المشكله، ده اللي كنت لسه هقوله. هو ممكن في حالات الاسكليوز دي بيجي بيشتكي او معظم الحالات بتيجي بتشتكي من اسفل الظهر، يجي يقول لي اخر الفقرات كده فيها الم، وده طبعا بيختلط علينا مع مشاكل تانية، عندنا مشاكل الانزلاق الغضروفي او الخشونه ما بين الفقرات، الحاجات دي او حتى الشد اللي بيحصل استقامه احيانا في الفقرات نتيجه شد عضلات حواليها، المشاكل يعني دي كلها متشابهه في النقطه دي. اي الام اسفل العمود الفقري بتؤدي الى مشاكل كتير، مش شرط مشكله الانعواج بالظبط، في مشاكل تانية كتير بتواجهني تكون شبه دي. لا هنا ده موضوع كبير يا دكتور، يعني انا انصح ان انا اذهب للطبيب على طول ساعه ما احس بالم، لان انا عندي مشاكل كتير مش أنا مشكله. انا مجرد ما اكتشف اي علامه من العلامات ديت افضل شيء انا اروح للمتخصص، يا جماعه انا حاسس بالمشكله الفلانيه، جايز انا ما سمعتش عن المشكله دي قبل كده او ما اعرفهاش، ولكن هو هيدلني هيقول لي على الاقل ان انا اتعالج ازاي وامشي ازاي واصلح ده، وخصوصا في زي ما قلنا الاعمار الصغيره لسه 13 سنه و14 سنه، ده لو كمل على كده من غير ما يعرف المشكله بتاعته او يحلها هتبقى مشكله كبيره لما يكبر، خلاص ده بتوصل ان هو بيبقى عنده مشاكل في التنفس، بتبقى موضوع صعب صعب بشكل كبير، لان التحدب ده مثلا بيأثر على شكل القفص الصدري فبيأثر على الرئه، يخلي الرئه ما يحصلهاش الانتفاخ بشكل كفايه عشان خاطر تمتلئ بالاكسجين. تمام. خطوات العلاج بقى دكتور، انا جالي واحد عنده اكتشفت ان هو عنده انعواج خلاص فببدا اعالجه. تمام. خطواتي بقى، خطواتي احنا عندنا طبعا في العلاج الطبيعي في موداليتيز عشان اطمن برضو المريض، لانه في ناس بتخاف جدا تروح للدكاتره علشان خاطر ان هو العلاج مثلا بيبقى ضعيف او الكلام ده، او بتخاف من طرق العلاج. تمام. ان يبقى في مشكله عندها، مجرد اكتشفنا الموضوع نبدا العلاج، احسن من ان انا اتاخر عن كده شويه، لان انا لما اتاخر لو في صعوبه هتبقى اكتر قدام، لكن انا لما ابدا العلاج بدري ده هيفرق معانا في ان انا المشكله اقدر الحقها قبل ما تسبب لي تشوهات خلقيه في شكل العمود الفقري او شكل الفقرات، وبالتالي هيبقى الموضوع اسهل بكتير، وهو في كل الاحوال الموضوع سهل، ان احنا بنعتمد على الاجهزه طبعا اللي عندنا في العلاج الطبيعي، سواء في التهابات او في شد عضلي او ايا كان المشكله الموجوده مصاحبه للمشكله بتاعتنا، فاحنا بنشتغل عليها بالاجهزه زائد التمرينات العلاجيه اللي احنا بنحطها للمريض، ودي حاجات بتبقى مدروسه وطبعا بتبقى محتاجه الدكاتره تكون اكسبيرينسد كفايه انها تقدر تتعامل مع الحالات دي تحديدا، لان دي بتجيب نتائج ممتازه لو تعاملنا معاها بشكل صح. تمام. زائد عندنا مشكله ان احنا ممكن بنستخدم في بعض الحالات، في بعض الحالات ويعني احنا ما بنفضلش وبنخليه الحل الاخير لينا، في احزمه معينه احيانا بنحتاجها. دي من العلاج الطبيعي؟ دي احنا بننصح بيها، احنا اللي بنطلبها لما بلاقي ان الحاله محتاجه ضروري ان هو يكون لابس الحزام ده، بس احنا بنحاول نخليها طبعا اخر حاجه، لان بيبقى لها تاثير لما بستخدمها لفتره طويله بيبقى لها تاثير على العضلات بتضعفها. احنا عندنا بس في مشكله الاسكوليوزز كان في نقطه مهمه، لان هتدخلنا على موضوع تاني في الساكرويليك جوينت اللي هو المفصل اللي موجود ما بين الحوض واخر في العمود الفقري. المفصل ده برضه داخل بشكل كبير في مشكله الانحراف الجانبي، لان هو لما بيبدا يفصل عن المنطقه بتاعته او يفصل عن الفقرات الاخيره دي، ده احنا بنعتبره ميزان الجسم.
ميزان الجسم بمعنى ان الوزن بتاع الجزء اللي فوق ده كله. طب ده حافظ عليه ازاي؟ يمكن دي ليها اكيد ليها نصائح طبعا، يعني انا عايز اختم الحلقه لان وقتنا محدود. تمام. عايز اختم الحلقه بنصائح احافظ على العمود الفقري واتجنب الانعواج، هل بالرياضه هل بال، احنا قلنا من البدايه الرياضه. كلام مستهلك واتقال كتير ولكن هنكرره، الرياضه نمره واحد، موضوع منتهي. بقدر الامكان بقى نلغي العادات الغلط اللي احنا بنعملها. الواحد مفكر ان هو انا بشيل، ما انا بوطي اشيل الحاجه من على الارض على طول، هو انا هشيلها ازاي يعني؟ لا هشيلها بطرق سليمه وطرق صحيحه، مش لازم ابقى معوج او لازم تطلع بيها، ده هيسهلها عليك وهيخلي الموضوع ابسط بكتير. وفي نفس الوقت لما احس بالم لازم اذهب للدكتور بالظبط علشان اتجنب اي حاجه منه. عندنا الوقفه بشكل سليم والقعده بشكل سليم، انت بتلاقي الناس دايما وهي قاعده يروح محني لقدام كده، ده ما دي غلطه كبيره. طب ما انا ورايا اهو كرسي وليه ظهر، انا اقدر اقعد. اتمنى ان الناس طبعا يعني تتبع التعليمات دي طبعا، يعني طبعا وضروري. وضروري. والست اللي بتشتغل، الست اللي بتشتغل سواء بقى كان اعمالها مكتبيه او حرفيه، تمام، دي ليها تجهيزات وحاجات سهله. هو كبير قوي دكتور طبعًا. ومحتاج حلقات كبيره طبعا وحلقات كتيره ان احنا نتكلم في الموضوع بشكل سليم وبشكل صحيح، عليه عشان بس احنا عشان وقتنا محدود. يعني انا بشكر حضرتك يا دكتور ان شاء الله باذن الله، واكيد هيكون لنا يعني حلقات اكتر نتكلم فيها اكتر عن الموضوع. دكتور مصطفى كامل الحفناوي اخصائي العلاج الطبيعي ورئيس قسم العلاج الطبيعي، بشكر حضرتك على الحلقه المتميزه. اهلا. اعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، تابعونا في حلقه جديده وطريقه جديده من طرق الجمال. شكرا ودمتم في رعايه الله. لو دلال يبقى لسه، والسنة دي لسه خاصة، وجبنا من الطريق طريقة للجمال، والجمال من غير كليكا، مش محتاج ميكا بأنتيكا، زي ما احنا قلنا اهو من غير مزيكا، زيكا زيكا.